ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده رحنا كوبري رود الفرج. زي ما احنا شايفين ده اكبر واعرض كوبري معلق اتعمل في العالم كله. تعالوا بينا نشوف الناس عامله ايه النهارده. ايه رايك في كوبري؟ لا ما شاء الله حاجه كده، اول مره نشوف حاجه زي كده يعني في البلد. الحقيقه احلى ولا في الصور؟ لا طبعا الحقيقه طبعا، احنا شوف بناء على صور جينا هنا. انا النهارده خارج مخصوص عشان اشوف عين المكان وامشي لاخر الطريق وارجع تاني اشوف الدنيا فيه. بصراحه حلو يجنن. ايه اكتر حاجه عجبكي فيه بقى؟ البتاع الارضيه والبحر حلو شكله. تحب تقول ايه للناس اللي لسه ما جاتش الكوبري تتفرج عليه وتشوفه؟ والله انا احب اقول لهم ييجوا يتفرجوا على الكوبري، شعور جميل والله، يعني ان انا قاعد على حاجه بايد مصريه 100%، وفي نفس الوقت ان احنا يعني جمال بلدنا جميله الحمد لله. يعني متضايق شويه فقلت اجي اقعد هنا، وخصوصا ان هو مكان جديد وحابب ان انا اجرب ان انا اكون موجود فيه، وممشى زجاجي فكره ان انا ابقى تحتيه النيل مباشره دي حاجه جديده في مصر بصراحه. وشيء جميل جدا روعه ان احنا عندنا كوبري في مصر بالطريقه دي وبالجمال ده والمشاريع الازاز الموجوده دي، وكمان دي اعرض كوبري على مستوى العالم، يعني ده اعرض كوبري على مستوى العالم. فبصراحة احنا نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبصراحة على المجهود اللي في وقت قصير جدا نقدر نعمل فيه المشاريع الجميلة دي كلها والروعة دي. والله انا اول مرة اشوف يعني مساحة كوبري بالمنظر ده، يعني دي حاجة ما شاء الله عليها يعني، وبعدين ما شاء الله عليه التكلفة عالية جدا يعني باين عليها. عرض كوبري على مستوى العالم ده ما شاء الله طبعا حاجة كويسة جدا، حاجة تشرف المصريين. تحب تقول ايه للناس اللي لسه ما شافتش الكوبري؟ احب اقول لهم يجي يشوفوا الكوبري ويشوفوا بلدنا، يشوفوا مصر. طب ايه رأيك في الممشى الزجاجي اللي هم عاملينه ده؟ شايفه حاجة حلوة جديدة أو حاجة عادية ولا ايه رأيك فيه؟ حاجة جديدة، هي حاجة روعة. إذا كنت أنا حضرتك أول ما خشيت عليه ما رضيتش أخش عليه، يعني من منظر النيل تحت ومنظر فوق، ولا ما قدرتش أقف عليه. دي حاجة يعني تبقى حلوة إن الواحد يجي ويشوف المنظر ده في بلده هنا، فدي كفاية. الحمد لله حاجة تشرف مصر بصراحة.